شكرا جزيلا، واسمحوا لي في البدايه ان انا ارحب بالحضور اللي موجود معانا هنا من الساده الوزراء والشركات والشركاء اللي موجودين معانا، واشكرهم على وجودهم معانا، وارجو ان احنا نقدر يعني من خلال تواجدهم نمثل او نعمل دفعه قويه جدا في الموضوعات اللي هيتم التناول ليها. الموضوع اللي انتوا اتكلمتوا فيه موضوع مهم قوي، هو موضوع خاص، يمكن هو جزء من القضية اللي بتمر بأفريقيا. أفريقيا الأسباب تاريخية كانت دايما متأخرة، ولما وصلت لمرحلة يعني التقدم الإنساني اللي حصل في العالم كله كان دايما في أفريقيا، وإحنا جزء منها، كنا دايما متأخرين، وبالتالي التمن ده مش ممكن هنفضل كدول أفريقية نفضل ندفعه. مش معقول ان يكون احنا ندفع هذا الثمن، كدول افريقيه تدفع ثمن الاثار اللي كانت نجمت عن الفتره اللي كان فيها تواجد استعماري في القاره واستغلال مواردها لسنوات طويله جدا، وبالتالي القاره بقت يعني بمنتهى التواضع كده هي اقل قارات العالم تقريبا تقدما، وأكثر قارات العالم يمكن في محدودية دخلها، وحجم الفقر والجهل والتخلف اللي موجود حجم ضخم جدا. أنا مش هتكلم بالمسار اللي انتوا كلمتوا فيه بالظبط، يعني الدكتورة أماني اتكلمت على ان في نص سكان القارة ما عندهمش طاقة، وفي 400 ألف بيموتوا نتيجة استخدام الخشب ومواد أولية جدا جدا في الإشعال. تفتكروا دول زي كده تفتكروا هي تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة؟ وأحديكم مثال، إحنا في مصر لما اتكلمنا خلال 7 سنوات اللي فاتوا دول قمنا بمشروعات للبنية الأساسية اتكلفت 400 مليار دولار، وحياة كريمة اللي ذكرت دلوقتي سواء من الدكتور طارق أو من الدكتورة أماني ده بتكلفنا هتكلفنا 40 مليار دولار عشان نقدر نقول ان احنا بنضع نفسينا في مجال مناسب. لا عايز تقارن دولة زي، من غير ما اجيب اسماء، عايز اقارن دولة زي مصر عشان انا اقدر اكون يعني محطة او مركز للطاقة، طاقة الكهرباء على سبيل المثال، كان لابد ان يكون شبكة الكهرباء في مصر وشبكة النقل بتاعتها والتحكم فيها والانتاج قادرة على استيعاب النقل لينا، لدولة زي ليبيا، لدولة زي السودان، لدولة زي إسرائيل، لدولة زي الأردن، لدولة زي السعودية. ده عشان طب ده موجود في كل قارتنا، في كل دول القارة الإفريقية. أنا بقول كده لأن شركات البترول والغاز موجودة دلوقتي، موجودة معنا هنا، وانتم شفتم عندما يعني قل الاستثمار خلال فترة الجائحة تحسبا من ان الجائحه دي نهايه الدنيا، فقلت الاستثمارات، لما قلت الاستثمارات قل الانتاج بصفه عامه في العالم، لما قل الانتاج بشكل او باخر في ومع عوده الحياه مره ثانيه بمعدلاتها الطبيعيه ويمكن تزيد لان احنا محتاجين نضخ استثمارات اكتر. اذا عشان نتكلم على افريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم، ان انت سالت سؤال مهم قوي في الاخر، قلت انت بتتوقع او تتمنى ان المؤتمر يخرج بايه، فهو قال انا بضيف بقول قرارات موضوعيه متوازنه وعادله حتى لا يدفع الافارقه مرتين فاتوره الظروف اللي مروا بيها. ما ينفعش البنيه الاساسيه للقاره الافريقيه عشان تتعمل، وانا هنا بتكلم عن تجربه مصريه خالصه خلال ال7 سنين اللي فاتوا عشان توصل لحالة الرضا اللي تديها للمواطن في مصر. أنا بتكلم صرفنا ما يقرب من 400 مليار دولار. بالمناسبة في أي وقت من الأوقات كنا بنحاول نعمل إصلاح اقتصادي حقيقي كان المواطن المصري ما عندوش استعداد يتجاوب معانا، لكن لما وجد النتائج والآثار بتاعة البنية اللي أنا بتكلم عليها دي تحمل آثار اقتصادية صعبة.